كيفكن يا حلوين؟ معكن احمد بيج في فيديو جديد عن لعبة، شو كان اسمها هي اللعبة؟ استنبل جايز يمكن، ما بعرف. هي استنبل، معناتها استنبل جايز. اوكي، مو مهم شو اسمها، المهم انه نلعب. عم نستنى الجيم، ان شاء الله يكون جيم سهل يا حبيبي. اعتقد هذا اسهل شيء باللعبة. نشوف مين معنا. اسع هيك، اعطوني طريق يا اولاد. ايش هالصوت تبع النطة؟ عكل إن انا ان شاء الله اجيب الاول. هي قدامي لولوكاتي، مين هي؟ جاي ليك. انا الاول. حلو. العمل. لا، انا صوتي رايح مثل عياط. جاي هيك، بس احد يسألني عم بعيط هيك، عم بعيط. انا الاول. الذي نظر العاشق لقدمي واتربت مراوغات من به عقده. خلصونا نقعد استناكم ساعة لما يجوا هدوليك، عم بيقعد جدبان. يلا 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 يلا، لسه اكتمل العدد، ننتقل للراوند الثاني او الجولة الثانية. صار عددنا 16، لنشوف كم واحد بديروا هلا كمان وكم واحد بيضل هلا. يا رب عالم يكون سهل. هذا مالي مجرب العب فيه، انا ما لعبان بس 4 مرات باللعبة، يعني 4 هيك جولات. نشوف ليش من ورا بني راسي من ورا. الشعر يمكن. عادي هلا نقعد ننزعج اذا اجى الطين علينا. والله صعبة. بركي بجيب الاول هلا، بجيب الاول. هذا قدامي الباندا. حلو، صار قدامنا هاي البنوتة المزعجة المستفزة. حلو 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 حلو. لا لا لا، عبرنا. نطلع الطين هلا هون. لكي لعن عرضه، ليش طلعت لي على الطين هلا يا حبيب قلبي؟ يلا بنتأهل. انا التاني. رجع هيك، انا التاني. طلع هدول هلا، بضلوا سنة لبين ما يوصلوا، عم بغرقوا الجدبان. ايه خلصونا، ليش واقفين؟ ها الشيطان لابس لي حلقة بإذنه. ما راح يعبر، حيصح غبي. والله شكله بدي يعبر، ما بلحق بلحق. قدامه فايكنج كأنه، ان شاء الله يلحق. والله لحق. فات، صفينا نحن هالثمانية. الجولات اللي بكونوا هيك اقصاء، يعني شلون بدي اقولكن، يا هلا بدي اهرب من قنبلة هون. تعوا بقى، ايش شايفيني محترف؟ قنبلة ولا قرش بدي اهرب؟ ما بعرف هون قنبلة؟ دقيقة، قنبلة. ايه شوي وبموت، اذا بتطب البحر بتغرق. بعدي عني، لا من اذيكم لا بتاذونا. مات واحد، ان شاء الله اضل انا اطول، بس ما اظن. ان شاء الله اطول. لا، هذا صار قريب علي. ايه عم ينقص العالم لسه. خليني بمطرحي، هدوليك عم بموتوا. يلا ما ضل شي لاربح الراوند او الجولة، ضل بس انا وهديك يمكن. يا الله دخيلك. لا خطرت، هداك لعيب ما اشبشي مبين عليه. ان شاء الله يموت هلا ما يحس. راح، انا لازم اربح، انا ربحت، مفروض انا ربحت. شو بدي احكي، ما بعرف. باركوري، حطوا لي لايك بما انه ربحت. نلعب لعبه ثانيه. ايش هي الطلعه على الجبل الجليدي؟ شي حلو، اعطونا طريق.
نعم هون صعب شوي. ها رجع هيك لك، لا تتفوش. يلعن ايوه نفدنا. صحاط يا حبيبي صحاط، شو هيك عم بصحاط هاد؟ انا ما لسه ما بعرف اذا الها كبسات او شي. لحقت يلا صحاط صحاط، هذا بطريق راحت عليك. لو على لبست نزل يا حرام. ايوه ان شاء الله يكون عالم سهل. شو هاد؟ هلا بنلعب وبنشوف شو هاد. ما بعرفه. لا هذا ما بده توقع يمكن. طيب نحاول انه ما نوقع، بس ما بوعدكم لانه ما بالي لعبانه. هون بده يضل 8، هات لنشوف 8 بده يضلوا. تضربوا بهالموديلات، ارجع هيك. او ماي جاد عدينا. في 3 راح هادي موتوا، 8 هون. اوكي لعن. لا 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 لعن. نلعب وحده ثانيه او وحده ثالثه. هاد لعبتها من قبل ما ايه لعبتها. طيب انا اولكم، ارجعوا لسيد القوم. حلو هون الطريق، هون ما كنت بعرفه بس كله وصل تقريبا بنفس الوقت. يلا مو مشكلة، بس 16 واحد بس بعبر، يعني لازم لحق حالي. ما كلهم بوتات، في عندهم لعيبة هون. رجع من خلقتي. يلا تطلع هاي. لا نفدت حالي. ايوه والله صعب شوي. ها ممكن يعدي، نلحق منلحق. سبقت نصهم. انا الخامس. اسطورة هذا اخذ رقم 10 ارجنتين. يلا يلا. طبعا انا ميسي بشجعه بس بالارجنتين، ما بشجعه لا بنادي لعب فيه مع الاسف. انا النادي اللي بحبه مانشستر يونايتد لكرة القدم. ما تأهل ميسي، هذا اللي غير سكين ميسي. اوكي مين ضل عنا؟ يا عرفت هالعالم يا زلمة، من تاني مرحلة صعب. بعدي من خلقتي، ليه عم تدفش ولاك؟ هش هذا اللي عم بدفشني مات على كل حال. بس دي يموت 8 ماشي. ضل واحد يموت. يلا موت. ربح، تأهلت الحمد لله. هي يمكن المرحلة الأخيرة ما بعرف. او ماي جاد شو هاي؟ ما بعرفها بس شكلها فيها نط وهيك شغلات. ايوه لا عبرتها، من عبرت ارتاحيت. لا لا ما طبيت. لا اول واحد انا بموت. والله صارت صعبة علي هون. ها هاد الجنرال بعدي طلع لعبة البسكويتي. ايوه عدى والله. انا عم شجع هاد بس ان شاء الله يربح. في البسكويتي كمان، بسكويتي راح خلص طرقنا عين. في الفضائي، الفضائي شكله بده يطير هلا. فضائي. وفي هذا الشغل باور رينجرز اظن. لابس لبس هيك سكين تبعه. يلا موتوا، لا تموتوا لي هاد. والله هذا اسطورة اسطورة.
كلهم اساطير ما شاء الله عليهم. باور رينجرز مات، لا هذاك الفضائي ضل باور رينجرز، وهي البنت ما بعرف شو يعني. باور رينجرز هو مسلسل كان ينعرض على سبيس تون. ايوه يلا يا عسكري ما بعرف شو لبسه كشافة. ضل هو والباور رينجرز. حلو، منافسة صعبة. حبيت، ما اتوقعت. شفتوا شلون انا بتوقع صح؟ انا بدي العب وحدة اخيرة، بس وحدة اخيرة. مبروك الفوز حبيبي. انا حزين فعلا حزين. يلا العب لي هالمباراة الاخيرة. المباراة الاخيرة race to finish، اكيد بنوصل للاخير. في جمجمة قدامي. رجعوا للكبير يا صغار يا صواص، كلكم بدكم تنطوا على هاي. كلهم عبروا، لا انا لسه. عبرنا هون، عدي انتي مالي مستعجل. يلعن ابوكي. ايوه عدينا استنبل جايز اسم اللعبة. هلا شفته من اللفتة هون. عدينا من عبرت ارتاحت. اللعبة الأخيرة اللي هي توصل لهون. اوكي هات لنشوف شو في عنا. هي الجليد ما بعرف، مالي لعبانة من قبل عشان ما اكذب عليكم. لا لعبتها والله، نسي انا ذاكرتي زبال. ايه لعبتها تذكرتها. يا الله دخيلك، هون بدنا نوصل 8. شكلي ما راح اربح، كلهم قدامي. اسمع العلاقة، انا شردت المشكلة. ليش شردت ما بعرف. لا يلعن اخت التلج. لا لك ليش هيك حظي باخر لعبة؟ بلحق معلش تفشيني. كثرة اوراقك يا ليو ميسي، ما عادش يقدروك يا ليو ميسي، ما عادش يهابوك يا ليو ميسي. ما في تحديات من نوع مختلف؟ ما بعرف، رح العب وحدة اخيرة لانه ما يعادل انه اخسر بهالسهولة. وحدة اخيرة خسرت شو من كان فيها خلص. انا لو ضل العب للصبح خلص، بس وحدة سامحوني، بس وحدة. ايوه نفسها. لك مليت من هالالعاب، بدنا شي جديد. اوف يا رجع من خلقتي يا ختيار النحس. صار قدامي هاي سيسا عم برقد على دور الخبز. والله كلهم ما اشبون شي. ها لا لحقت. لحقت ما شاء الله كلهم دخلوا عبروا تقريبا. ختيار اول واحد، ليك الختيار. هذا شرطي شده حمار، هو هيك بده. شو الوضع؟ شو الوضع؟ ليكني عم برقص هنيك على الزاوية. اوه مسبح، بحب كتير المدن المائية. ها المدينة المائية كتير بتكون حلوة، بس الصيفية ما رحت على مدينة مائية. يلعن، لو بعدته من خلقتي كنت لحقت قبل ما اكل هالضربة على وشي. يلا ما رحنا على المسبح، بنروح عليه بالالعاب. انا كتير بخاف من الزحليطة، لما بتنزل بهيك زحليطة قلبك بطير من مطرحه. هو امواج هون. حلو لحقت حالي مع سرعة. يلا ضربة، مو مشكلة. لكن مو مشكلة.
النهائي. حلو حلوة. اتقلوا لا نشوف مين دي. ضل اتنين بس يا حرام، ما لك حظ يا حبيبي. إلا حظ يعني، بس انه اكل خبطة مو مشكلة. هلا يمكن هاي الجولة الاخيرة. شو هاي؟ لافالاند ارض الحمم البركانية. لا اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. اتوقع القش دي يربح. ليش هيك يا احمد؟ ليش؟ انا خوف يا اخي في التأني السلامة. ما بعرف نظام لعبة بالضبط لهيك هيك صار فيني هذا الختيار اللي ما حبيته من اول لعبة. ابو الحمام ربح الختيار اللي ما حبيته من اول لعبة. طيب لهون بكون وصلت لنهاية هاي الحلقة. بتمنى اذا عجبتكم تحطوا لايك تشتركوا بالقناة، اذا حبيتوا نكمل نعمل حلقات تانية عن استنبل جايز. مع السلامة.